يا رب العالمين. ذهب انا الان معي انا اجمع كل شيء، ما اقول انها ولا زين مثلا اداره الوقت، انه يجيب اداره الوقت، انه يدير تنظيم الاجتماعات، تنظيم الملفات، عندنا ملفات. الان انا جيت وقلت كالتالي، هذه المهام الخمسه اللي عندي، هذه المهام الخمسه اللي عندي، هذه المهام المفروض تكون بالنسبه لي مالها واضح. لحظه يبغى لها ترتيب صح؟ ايش الشيء اللي بتقول هذا اهم واحد؟ سكرتير. بس في سكرتير في مركز تدريب يقول لك يا اخي والله انا اهم شيء بالنسبه لي اهم نقطه عندي اللغه الانجليزيه. في واحد يقول لك يا اخي اصلا الانجليزي مش مهم عندي. صح انه مطلوب في السكرتير يكون عندنا لغه انجليزيه، بس انا في واقع العمل عندي ما احتاجش يكون عندي انجليزي. اذا هذه مش نكتبه بس، احنا اول مره كنا نكتبه بس، الان ماذا نفعل؟ صح احنا جالسين نرتب عشان نعرف انه ما المهم. يلا انا قلت الان يلا انا كتبت كذا رتبتها، قلت يلا يعرف يسوي ملفات، هذا الرجل يعرف معنا عنده إدارة الوقت جيدة، هذا الرجل يا جماعة عنده الآن لغة إنجليزية، هذا الرجل عنده الآن فن التواصل، هذا الرجل أنا أبغى واحد يجيد الحاسب الآن. قلت طيب كذا أنت الآن صار عندك كأنها بطاقة من؟ طاقة وصف، أليس كذلك؟ طيب بناء هذه بطاقة الوصف إيش تبغى الشخص اللي يبغى الآن توظفه؟ إذا جبنا نوظف شخص ما وهو أصلاً ما يجيدش إنجليزي، إيش بيحصل معنا؟ يعني جينا سوينا مقابلة واخترنا شخصاً ما هو ما يجيدش أصلاً إنجليزي ولا يجيد أصلاً حاسب آلي، بس هذا ولد فلان سوينا معاه مقابلة وقال والله كويس شرف توظفوه، ماذا سيحصل؟ سيصير عندنا جدارات ناقصة، وبالتالي سنضطر إحنا نوظف. ولما ندرب، لما ندرب الآن هذا يعتبر تكلفة ولا مش تكلفة؟ تكلفة جديدة صح؟ عشان كده لما نيجي نسوي مقابله مع الموظف احنا اصلا المفروض تكون هذه واضحه بالنسبه لنا عشان نعرف من يختار، عشان نعرف اللي جالسين يختاروا هل هو اصلا